مواضيع، لكن أولا بخصوص الدعم للخدمة السرية، ما يعني هذا؟ هل سنرى مزيدا من الحراس؟ For more specifics on that, Tara, بخصوص مزيد من التفاصيل حول هذا، أعتقد أنك بالتوجيه بالأسئلة إلى الحرس الوطني. أعتقد أن الخدمة السرية يمكن أن تتحدث أفضل في هذا السياق. تحت أي سلطة يتم يعملون؟ أتوجه لك بالسؤال إلى الخدمة السرية بخصوص هذا الأمر. بخصوص حملة ترامب، إن الولايات المتحدة تقول أن الجيش الوطني لن يتم استخدامه في أي عمليات سياسية. هل حملة ترامب قد كسرت القوانين بفعلها هذا؟ لأي شيء يتعلق بأي حملات، أعتقد أنك يجب أن تتحدثي مع الحملات حول هذا الأمر. لكن ما يمكنني أن أخبرك به أن الجيش مؤخرا قام بعمل هذا التصريح. بخصوص ما حدث في هذا الوضع، يمكنك أن تذهبي إلى موقعهم الإلكتروني، يوجد به كل القوانين والتعليمات بشكل واضح. ما سأقول له حول هذه المهمة، إنهم أشخاص يقومون بعمل ملزم، يعملون مع العائلات تشريفا لأولئك الذين قد خسروا حياتهم. لن أتخطى ما قاله الجيش، ولكن كان هناك تقرير قد قدم، ولكن بالتبع هذا الشخص لم يقرر ألا يتحدث، ولكن هذا يمكنك التحدث به مع الجيش. أغلق هذا الموضوع. لماذا أغلق الجيش هذا الموضوع إذا كان الشخص لا يرغب في توجيه التهم؟ ولكن ثانيا، فيما يتعلق بأن يكون هناك إعلان لهذا الأمر الوطني، ماذا عن الشخص الثانوي الذي يمكن؟ ماذا أقول له في هذا السياق؟ أن القوانين والقواعد واضحة للغاية، وهي أيضا موجودة على الموقع الوطني. هذا قرار يعود للجيش، لا يمكن أن تقوم به إدارة معينة، وأن الجيش قد قرر إغلاق هذا الأمر، وكذلك الإدارة تتبعه في هذا السياق. أحاول أن أفهم ما موقفك بشأن ما حدث في هذه المقابر. ربما سأعود مرة أخرى لما قلته بخصوص سؤالك السابق، سأوجهك للذهاب إلى الحرس الوطني ليخبروك بالضبط ما حدث. فيما يتعلق بسؤالك حول ما حدث بالضبط، أعتقد أني سأشير إليك بالذهاب إلى الجيش لأخبرك بتفاصيل هذه الحادثة. إن فهمي أن العائلات قد دعيت بعض الضيوف لحضور أحد الحفلات في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وكان هناك نوع من الحادثات التي قد حدث مع أحد الموظفين ومع أحد الأعضاء الذي كان ينضم إلى مجموعة أخرى. لمزيد من التفاصيل، أوجهك بالذهاب للطلب يا سؤالي عن هذا الجيش. هل حدث ما حدث بالفعل؟ من فعل هذا؟ من فهم لما قاله الجيش أن أحد الموظفين كان يحاول أن يضمن أن سيران التعليمات، ولكن الموظف تعامل باحترافية، ولكن كان هناك نوع من هذه الحوادث. هناك تهم معينة لم يرغب الشخص في الحديث عنها، ولكن من الواضح أن القانون الفيدرالي قد كسر في هذا السياق، أنهم كانوا يستخدمون هذه الحملات لخلق نوع من البروباغندا. هل يمكن للإدارة أن تشير أو تحول هذا الأمر إلى إدارة العدل أو إلى وزارة العدل؟ نعم بالطبع هذا يمكن أن يحدث، ولكن بالطبع هذا قرار يعود إلى الجيش. وفقا لفهمي أن الجيش قد اعتبر أن هذه المسألة قد أغلقت، ولكن فيما يتعلق بخصوص الإعلانات السياسية، هذا أمر لا يجب على الوزارة أن تتعامل معه. هذا يحدث بين الحملات، لذلك أي شخص
يتعلق بالحملات الإعلانية وخلافه، أشير إليك بالحديث مع الحملات. القانون الفيدرالي لا يجب أن يستخدم كقاعدة بما حدث وفقا لهذه الوزارة، فإن وزير الدفاع يمكن أن يتحدث مع الجيش. لماذا لم يفعل هذا؟ انظري، ما نرغب في تركيز حالين هو الحقيقة أن أولئك الذين يعملون في هذا اليوم كل يوم يعملون بكل تشريف وكرامة، يحاولون أن يهتموا بأولئك الذين قد ضحوا بحياتهم ويعتنون بهذه العائلات التي تذهب إلى زيارة المقابر. وكما تعلمون أعتقد أن هناك حوالي 3000 من الحفلات تحدث كل عام دون أي حوادث، وأن القواعد واضحة للغاية والقوانين في هذا السياق. ما حدث في وقت مبكر من هذا الأسبوع هو مؤسف، وبالطبع القرار يعود للجيش لأجل اتباع أي مساق آخر، ولكن الوزارة الآن لم تفعل هذا، ونحن ندعم الجيش في أي قرار يتخذه. بخصوص ائتلاف الحرس الوطني الذين كانوا بخلف ترامب، هل كانوا يرتدون أزي رسمي أم أنه كان مجرد خطاب سياسي في هذا الوقت؟ Is that against the rules?